دلوقتي خلونا نشوف نوع معين من الأسئلة بيسموه planning question أو سؤال بتاع design and experiment. هنشوف هو بيكتب السؤال إزاي وإزاي بنتكلم على ال variables وإيه اللي مطلوب مننا بالظبط في ال question. عادة ال question ده بيبقى عليه 7 marks أو 6 marks حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف أول سؤال November 17 question 3 بيقول إن أنا عندي a student is investigating whether the diameter of a pendulum bob affects the period. طب هو اداني ايه في الجملة دي معلومات؟ قال لي ان انا الديامتر ممكن يأثر على البيريد. يعني الديامتر independent والبيريد ده هو ال dependent variable. طيب of a pendulum. The period is the time taken for one complete oscillation. احنا عارفين الكلام ده. Of the pendulum figure 3.1 shows a pendulum. Figure 3.2 shows one complete oscillation عشان لو ما كنتوش عارفين. By the way, paper 6 دي بتاعت grade 9 و grade 10 و 11 و 12 هي كل الناس بتمتحنها في الكور exam وال extended exam. فهو عامل حسابه في grade 9 مش كل الناس عارفة كل حاجة فبيشرح بالتفصيل. ادي البندلم عبارة عن thread وفي اخره باب و one complete cycle. يعني انا همشي يمين ارجع للنص امشي شمال ارجع للنص تاني كده يبقى انا خلصت one complete cycle. طيب هو عايز مني ايه بقى؟ بيقول لي the student has the following apparatus: pendulum bobs made of polystyrene with diameters. هو اداني diameters 1 2 3 4 5 وهكذا. طيب بيقول لي a supply of thread which means ان انا لو هقول له على الاكسبيرمنت اتعمل ازاي يبقى ازاي هستخدم الثريد ده عشان اعمل البندلم بتاعي وعندي pair of scissors. طيب عندي clamp and stand. by the way clamp والstand هم موجودين. الstand اللي هو العمود ده الclamp هي الحاجة اللي بتمسك الثريد. طيب يلي دلوقتي plan an experiment to investigate whether the diameter of a pendulum bob affects the period of a pendulum. نفس الجملة تاني. you should بقى اخد بالي من ايه؟ list additional apparatus. لو انا محتاج حاجة تانية غير اللي هو قال لي عليها اللي هي clamp وstand وthread وscissors وكذا bob بكذا diameter. طيب explain briefly how you would carry out the investigation. ازاي هعرف اذا كان الديامتر بيأثر على ال period ولا لا. state the key variables that you would control. عندنا control variables هو ما قاليش عليها. مطلوب مني ان انا افكر هي ممكن تكون ايه واكتب. draw a table with column headings. ده اللي مطلوب مني column headings to show how you would display your readings. you are not required to enter any readings. انت ما خدتش اي readings فبالتالي ما تحطش ولا رقم. انت مش عارف اي حاجه. انت بس هتكتب لي column headings عباره عن ايه. explain briefly how you would use your readings to reach a conclusion. عاده الجمله دي معناها قصده هترسم جراف مين مع مين. مين اجنست مين؟ مين على الاكس اكسس؟ مين على الواي اكسس؟ طب خلينا نفكر كده. انا مبدئيا انا عندي diameters 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وهكذا. فانا اوريدي عندي الاندبندنت فاريبل موجود. طب هقيس الديبندنت فاريبل اللي هو التايم بيريد ازاي؟ اقول ان انا عندي انا المفروض اقيس ال 1 سوينج. الone swing عادة في pendulum بتحصل بسرعة جدا which means ان انا الاول هقيس 10 swings وهريبيت وبعدين هافريج كل ده. طب ازاي هقيس ال 10 swings؟ لو جيت تبص كده على الابراتس اللي موجود في المنطقة دي ما جابش سيرة اي حاجة بتقيس تايم which means ان انا هقول له ان انا هستخدم ستوب ووتش او كلوك او ايا كان حاجة بتقيس تايم. طيب انا دلوقتي عرفت ايه الفاريبلز. عرفت ان انا هقيس واحد منهم بستوب ووتش دي لوحدها عليها 1 مارك. فانا اخدت بس 1 مارك على ان انا عرفت ان انا هستخدم ستوب ووتش. اخدت 1 مارك كمان على ان انا هقيس 10 سوينجز. اخدت 1 مارك كمان على ان انا هقول له ريبيت اند تيك اند افريج لكل واحده. طب ناقص لي حاجه. انا كده جبت الافريج بتاع ال 10 سوينجز مش بتاعت ال 1 سوينج. هقول له بعد كده divide by 10 او by 20 لو انا كنت قلت له 20 swings مش مشكله. يبقى انا اصلا لغايه دلوقتي انا واخد 4 درجات وانا لسه ما كتبتش اي حاجه. انا يا دوب عرفت الفكره
وما قلتش اي حاجه جديده غير اللي انا اصلا عارفها من المنهج. يعني هو الكلام ده اصلا حتى لو جينا نحل بيبر 6 اسئله هنلاقي الكلام ده هو بيقوله لوحده. طيب انا خدت الكلام ده بس هقول له ليه ال1 سنتيمتر باب او ال1 سنتيمتر بندلم باب. هقول له بعد كده repeat the above steps for the other bobs with different diameters. خلينا نكتب الكلام ده الاول. اولا انا عايز اقول له اربط الباب في الثريد وعلقه زي ما هو مرسوم. الاول انا عايز اعرف ايه الكنترول فاريبل في الموضوع. الكنترول فاريبل هنا ممكن يكون اللينث اوف ذا ثريد، فانا محتاج مسطره رولر، فانا في اديشنال ابراتس تاني موجود اهو مستخبي. يبقى اقول له كده، ممكن اكتب له كده اديشنال ابراتس، اقول ان انا محتاج رولر رول واقول له اند ستوب ووتش. طب الرولر دي هنستخدمها في ايه؟ عشان نقيس الثريد ونتاكد انه كل الثريدز بنفس الطول. هقول له اتاتش الاول the bobs to equal length of thread. اقول له attach each bob to equal length of thread using the rule to make sure they have same length. بس مش هقول له same length وخلاص، ممكن ازود له حته كده فلسفه من عندي from center of bob to end of thread. يبقى انا دي ستيب 1. طيب ستيب 2 اعمل ايه؟ عايز اقول له علق البندلم زي ما انت عامل كده، زي ما هو راسم كده. اقول له بقى set up apparatus as shown، عشان اختصر as shown in the figure او in figure زي ما هو كاتبها 3.1. كده انا قلت له علق الباب وكله تمام، انا كده جاهز اعمل الاكسبيرمنت بتاعتي. بس ناقص اقول له بس ان انا هبتدي باول باب using the 1 سنتيمتر diameter باب. طب عايز اقول له بعد كده زق الباب او حرك الباب شويه، ممكن اقول له displace او pull the باب to one side then release it. عايز اقول له بعد كده is time for كذا swing، اقول له use a marker to count and measure time for مثلا 20 swings. يلا بعد كده اقول له repeat the measurement and get an average. احنا كل الكلام ده اصلا اوريدي عارفينه، انا مش بكتب اي كلام جديد. طيب بعد ما جبت الافرج الستيب اللي بعدها اقول له divide the average by 20 to get time of one oscillation. خلصت انا كده الاكسبيرمنت بتاعت اول باب. اقول له بقى ريبيت كل اللي فوق ده، ريبيت ذا باب ستيبس فور ذا اذر بابس. طيب كان طلب مني اكتب له تيبل وذ هيدنجز وذ كولم هيدنجز. طيب انا ايه اللي انا قيسته كاندبندنت فاريبل؟ او ممكن اقول له ان انا ما عملتش ميجرمنت بس موجوده انا عارفها اوريدي، ان الديامترز بتاعتي كانت 1 و2 و3 وهكذا. فاقول له مثلا diameter، او اقول له مثلا باب diameter، بس لازم اقول له مثلا بسنتيمتر او بمليمتر على حسب. طيب انا قست ايه؟ اقول له ان انا قست تايم مره واحده بتاع 10 seconds. ممكن اكتب له كده ما بين قوسين فوق في الستيب بتاعه ال 10 swings دي ان انا هسمي التايم تي 1 واسمي التايمز الثانيه زيها. ده T1 per second، T2 per second، T3 per second. واقول ان انا عندي T average per second برضو، وجبت في الاخر periodic time. ممكن اقول له divide مش عارف ايه of one oscillation، اكتب له كده between brackets capital T، واقول له هنا capital T per second برضو. فانا كده عملت column headings بتاعتي وكده تمام، فانا خدت درجة زيادة. يبقى انا دلوقتي اخدت درجه على ايه؟ اخدت درجه على ان انا قلت له هقيس التايم بستوب ووتش، اخدت درجه ان انا قلت له على كنترول فاريبل، وقلت له كمان درجه كمان على ان انا هقيسها برولر من السنتر
للtop of the thread او للend of the thread كده ثلاث درجات. قلت له موضوع ان انا هقيس تايم بتاع كذا سوينج مش سوينج واحده. قلت له ان انا هريبيت وهتيك ان افريج كده خمس درجات. قلت له ان انا هديفايد عشان اجيب التايم بتاع 1 اوسيليشن ده كده ست درجات. كتبت له الهيدنجز بتاعت التيبل بشكل فظيع جدا كده سبع درجات وهم اصلا سبع بس هو طلب مني حاجه زياده فانا هكتب. قال لي ازاي هتوصل لكونكلوجن اخر بوليت بوينت. اقول له بلوت جراف. طب مين اجينست مين يا عم؟ اقول له بلوت جراف اندبندنت مع ديبندنت. الاندبندنت قلنا على الاكس اكسس اوف بوب دايامتر ممكن اكتب له كده بتوين براكتس اكس اكسس اجينست تي بير سكند between brackets y x. كده انا خلصت الاكسبيرمنت بتاعتي وكله تمام. يبقى انا دلوقتي اول حاجه اعملها في سؤال زي ده ان انا اشوف مين الفاريبلز بتاعتي واقيسهم ازاي. بمجرد ما عرفت تقيس كل فاريبل ازاي اللي هو dependent independent والcontrolled variable عشان تتاكد ان هما constant انت كده خدت ثلاث درجات من غير ما تكتب الاكسبيرمنت نفسها. طيب بعد كده الاكسبيرمنت نفسها هتلاقي فيها حاجات انت متعود عليها زي قال لك time of an oscillation انت مش بتاخده مرة واحدة لا انت بتاخده كذا مرة وتعمل average غير كده ان انت ما بتعملش one swing بتعمل كذا swing. التيبل لازم تكتب كل حاجة انت قستها يعني كل حاجة قلت ان انت هتقسها هتحطها في التيبل. ممكن تديها symbols في الارقام في الستبس زي ما احنا عملنا between brackets كده وتكتبها بالاختصار بتاعها symbol بس في التيبل بس تحط لي اليونت بتاعتها. اخر حاجة تقول له هبلوت جراف مين على مين؟ الـ x-axis هيبقى الـ independent variable اللي انت بتغيره بإيدك والـ y-axis هيبقى الـ dependent variable اللي هو بيتغير لوحده واللي انا عايز اعرف بيحصل له ايه او اللي هو بيقول لي affects كذا كذا ده هو الـ dependent variable اللي هو بيبقى على الـ y-axis. خلينا نشوف example تاني لنوع الأسئلة دي. في March 18 question 4 جاب a student is investigating the factors that affect the size of a crater اللي هو hole يعني a ball makes when it is dropped into sand يعني لو كرة وقعت في الرملة بتسيب مكانها حفرة كده مدورة. هو عايز يعرف السايز بتاع الحفرة ده لأن هو بيقول لي affect the size يبقى السايز ده هو dependent variable خلينا نعلم عليه ده dependent بس size كلمة size دي vague شوية هنشوف بعدين. طيب plan an experiment which would enable you to investigate one factor لسه ما قالش عليه which might affect the size of the crater. التاني طب ايه الابريتس الافيلبل؟ عندي metal balls of different sizes يبقى انا دي هي اللي هتاثر دي هي الاندبندنت ان انا عندي الكور نفسها احجامها مختلفه فبالتالي هتعمل لي حفر احجامها مختلفه. طيب بيقول لي ان انا عندي a tray of sand ده اللي انا هدلق فيه الكوره اللي هسيب الكوره تقع فيه. طيب عايزني a plan an experiment in your plan you should state which factor ايه الفاكتور اللي بيأثر على size of the hole state the key variables that you would control control variables حاجات مهمه هنسيبها constant لانها ممكن تكون بتأثر على حجم الهول دي. list any additional apparatus زي الاكسبيرمنت اللي فات explain briefly how you would carry out the experiment including what would be measured. يعني كلمة size of the ball vague ما قاليش هقيس ايه بالظبط في الكورة عشان اجيب size يعني. size of the hole برضو ما جابليش برضو ايه اللي انا هقيسه فانا عايز اعرف ايه اللي انا هقيسه بالظبط what would be measured and how this would be done هقيسه ازاي يعني هقيسه بايه وهقيسه ازاي. State the precautions which should be taken to obtain reliable results. Suggest a suitable graph. قالها لي بصراحة المرة دي ما قاليش ازاي هتريتش conclusion. لا قال لي هترسم graph مين مع مين. طيب خلينا نفكر كده. أنا دلوقتي لو عندي شوية رملة وبرمي عليهم كور أو بسيب كور تقع. الكورة دي لو تقيلة هتعمل حفرة كبيرة. هتخبط جامد في الرملة وتعمل حفرة كبيرة. الكرة دي لو نازلة بسرعة برضو هتعمل حفرة كبيرة. طب ايه اللي ممكن يتحكم في التقل بتاع الكرة
الماتيريال، بس هو قال لي اوريدي ان انا عندي كور جاهزه، فانا مش هقدر اتكلم في الكلام ده، اقول له بس ان انا هستخدم الكور المختلفه. طيب لو قال لي مثلا ان انا عندي حاجه رميتها من متر وحاجه رميتها من 2 متر فوق، اكيد اللي هتنزل من 2 متر هتنزل بسبيد اعلى، فبالتالي هتعمل حفره اكبر. طيب انا مش عايز ولا الماس بتاع الكوره ياثر ولا عايز السبيد بتاعت الكوره تاثر، لان هو اوريدي قال لي عندي كور اوف ديفرنت سايزز. فانا ممكن اقول له ان انا عندي كور ديفرنت دايامترز، يعني الحجم بتاعها مختلف بس الماسز بتاعتها ذا سيم. يعني فور اكزامبل عندي كور مختلفه، بس ارجع اشوف كده هل قال لي ان هي كلها ماتيريال معينه، قال لي ميتال بولز، يبقى بلاش نتكلم على موضوع الماس، اقول له مين اللي هيكنترول بس يا عمي الهايت اللي انا برميها منها. وباي ذا واي ما ينفعش واحده احذفها وواحده اسيبها تقع، لان اللي حذفتها انا بديها سبيد زياده، يبقى كده هتخبط اسرع او هتخبط اجمد. يبقى لازم اتاكد ان هم كلهم ريليست فروم حاجه اسمها فروم ريست، كانوا واقفين ووقعوا. طيب انا دلوقتي يو مي درو ا دايجرام اللي هو كاتبها لي دي، قصده بالذوق يعني ارسم، يعني ارسم ارسم وارسمي. طب ايه الدايجرام بتاعي؟ هو قال لي ان انا كان عندي ساند تري، ساند تري ارسمها كده، ادي الساند تري بتاعتي وادي الساند اللي على السيرفيس بتاعها. اوكي يبقى انا اشاور كده واقول ساند تري، واشاور جوه واقول ساند. لازم اعمل ليبلز، لازم اعمل ليبلز. طيب عايز اقول ان انا هرمي كور من فوق، ممكن اقول مثلا ان انا عندي سي ستاند كده او هوريزونتال بنش وموجود على ستاند، اشاور واقول ده ستاند، اقول ده هوريزونتال سيرفيس، اقول مثلا ان ادي كور اهي ميتال بول، واقول ان انا هزقها هوريزونتالي عشان ما بقولش ان انا زقتها لتحت، لا انا هسيبها تقع كده، هبوشت هوريزونتالي واسيبها تقع لتحت. واقول مثلا ان انا هقيس الهايت من التوب اوف ذا سيرفيس اوف ذا ساند لغايه البوتم بتاع الكوره بمسطره، واشاور على دي واقول رولر او رول، واقول ان انا ماسكها مثلا واتاكد ان هي فيرتيكال باستخدام سيت سكوير فور اكزامبل. باي ذا واي كل حاجه انا عمال احطها في الدياجرام دي درجات لوحدها، يعني انا ممكن اكون خدت دلوقتي بتاع 3 4 درجات من غير ما اكتب ولا كلمه. طيب انا دلوقتي جبت الكوره حطيتها على هايت معين، فده كنترول فاريبل لوحده، وهو عارف ان انا جبت موضوع الهايت ده كنترول فاريبل، ممكن اسميه اتش كمان عشان اعرف اتكلم باختصار لما اجي اكتب تحت في السطور، سميه ده اتش، واقول ان انا هبوش البول دي تو فول سو ات فولز. وبعد ما تقع بقى هتعمل لي كريتر. طب الكريتر ده هقيس السايز بتاعه ازاي؟ السايز ممكن يكون حاجه من اتنين، ممكن يكون يعني لو ده السيرفيس بتاع الرمله وده السيرفيس الجديد بتاع الرمله بعد ما اتحفرت، ممكن اكون هقيس الديامتر بتاع الرمله بتاع الساند، اقول ان ده ساند، ممكن اقول له ان انا هقيس الدبث بتاع الساند، ممكن ده برضو اسميه دي مش مشكله، ما انا هقيس يا ده يا ده. طيب هقول له ان انا هقيس الكلام ده ازاي؟ مسطره برضو، فمسطره هحطها، ممكن اقول له ان انا هستخدم ترانسبيرنت رولر عشان اشوف تحت الرمله، ممكن اقول ان انا برضو هستخدم لايت او فيري ثين رولر عشان اقيس الدبث، ما تحركش الرمله كتير وهي نازله. طيب فانا كده عرفت هقول له ايه، هخلي الكوره تقع من على هايت معين، وبعد ما تقع هقيس يا الدايمتر يا الدبث بتاع الرمله، واجيب كوره ثانيه بسايز ثاني او بدايمتر ثاني واخليها تقع برضو، واقيس برضو يا الدايمتر يا الدبث اللي هي النقطه بتاعت ريبيت اباف ستيبس. طيب فور اكزامبل خلينا نقول مثلا ان انا الاندبندنت فاريبل هو السايز بتاع الكوره، السايز بتاع الكوره كنا قلنا من شويه ان انا اقيس الدايمتر بتاع الكوره.
فانا ممكن اقول له ان انا هقيس الديامتر بتاع الكره ازاي، ممكن اقول له ان انا هقيسها بالطريقه بتاعت ان انا اجيب اتنين بلوكس واحطهم جنب الكوره واحط مسطره واقيس الديامتر اللي هو من البلوك للبلوك، فانا اسمي الديامتر بتاع الكوره دي سمول والديامتر بتاع الحفره دي كابيتال. باي ذا واي انا ممكن ارسم له كده دول واسيبهم كده يعني، بس هقول له ان انا عندي دي الميتال بول ودول بلوكس او ريكتانجلر بلوكس. فانا كده رسمت الدياجرام. انا باي ذا واي من غير ما اكتب ولا كلمه انا تقريبا اخذت تلتين الدرجه من غير ما اكتب ولا كلمه. طيب خلينا بس نكتب عشان يعني الراجل اكزامينر محترم وعايزين نديله اي احترام. اوكي خلينا نكتب بقى الكلام ده كله. هقول له اول حاجه عايز اقيس الدايمتر بتاعت الكور، اقول له يوز بلوكس اند ا رول. ممكن ارقم الدياجرامز، ممكن اقول له مثلا ان انا ده دياجرام A دياجرام B دياجرام C as shown in diagram B to measure the diameters of the balls of different balls. ممكن اكتب له between brackets كده diameter او diameters، ممكن احط له هنا between brackets D in centimeters. دي اول ستيب. طيب الستيب اللي بعدها عايز اقول له علق الكوره كده وبعدين زقها، اقول له set up apparatus as shown in C in diagram C. عايز اقول له بقى زق الكوره، اقول له push the first ball so it falls off the surface. طيب الكوره وقعت، هقيس بقى الدايمتر ازاي؟ اقول له measure the diameter of the crater اللي هو قال عليه ده using a transparent rule by placing it as close as possible. طب اشمعنى as close as possible مش على الرملة على طول؟ لان انا لو حطيتها على الرملة على طول الرملة ممكن تقع والسايز بتاع الحفرة يتغير، فانا حطيتها as close as possible. هقول له حاجة كمان، مش هقيس مرة واحدة، يعني ادي الحفرة اهي انا باصص عليها من فوق، هقيس الديامتر ده وقيس الديامتر ده وقيس الديامتر ده احتياطي، ممكن اكون انا مش جايب ديامتر مظبوط، فانا هقيسه with different angle. اقول له repeat the diameter D measurement from different angles. بعد ما جبت different angles اقول له repeat and take an average to get an average. باي ذا واي يعني مش طبيعي كمان ان الحفره اللي على الرمله تبقى بيرفكت سيركل، فانا هجيب ابروكسيميت او افريج دايمتر عشان اقول ان ده السايز بتاع الحفره. طيب انا كده جبت الدايمتر اللي عملته كوره واحده، هقول له بس انا مش ضامن ان انا زقيتها صح، ممكن اكون انا زقيتها لتحت معرفش، ممكن تكون كل مره هتخبط هتعمل حفره مختلفه. هقول له rearrange the sand and repeat twice. ده حتة كده زيادة يعني مش مضطر اقولها، بس اقوله ان انا هجيب نفس الكرة وارتب السان تاني ووقعها تاني واقيس ديامتر تاني وهكذا. يعني انا باي ذا واي في الامتحان انا ممكن اقول دي او دي كفاية جدا واحدة، لو عايز اقول الاثنين يبقى انت راجل تنين بالنسبة له. اوكي طيب ستيب 7 بقى، ما انت خلصت الاكسبيرمنت يا عم، اقول لك لا لسه في كور تانية، لسه في سايزز اوف دام والديامترز بتاعت كور تانية، اقول له ريبيت بقى ذا اباف ستيبس فور 5 مور سايزز اوف بولز. طب ايه التيبل اللي انا هحطه بقى؟ اقول ان انا عندي دلوقتي اللي كان بيتحكم اصلا في الموضوع في الحفره هو السايز اوف ذا بول، فانا اول حاجه هحطها الديامتر بتاع الكوره. انا كنت سميت الديامتر دي بير سنتيمتر، كنا قسنا بالبلوكس، يبقى ده اول حاجه عندي. طيب قست انا الديامتر اول مره بالسنتيمتر بتاع الحفره، قسته تاني مره بالسنتيمتر بتاع الحفره، تالت مره، اقول له في الاخر ان انا هجيب دي افريج بير سنتيمتر. يبقى انا كده خلصت الهيدنجز بتاعتي لان دي الحاجات اللي انا قستها وعملت لها ميجرمنتس. طيب دلوقتي هو كان قال لي فوق لازم كل ما نكتب ستيبس او نخلص حاجه نرجع نشوف اذا كان في حاجه ناقصانا ولا لا.
قال لي state which factor is being investigated. قلت له size of the ball والكي variables to control دي لسه ما قلناهاش، احنا كنا رسمناها في الرسمة بس ما قلناهاش تحت. انا باي ذا واي حتى لو نسيت اقولها تحت هو هيعمل حسابه ان انا استه. فهقول له تحت خالص make sure that the height او make sure that all balls fall from same height as shown in the diagram. او height كمان ممكن اكتب له h عشان اسميتها h فوق in the diagram. طيب يبقى دي control variable عملنا حسابنا عليها. طيب قال لي explain briefly how you would carry out the experiment. قلناها ايه اللي هيتقاس اللي هما diameters قلناها. state the precautions قلنا ان انا هريبيت كذا مرة وقلنا ان انا هبوشت عشان تقع which means ان انا مش بزقها. طيب suggest suitable graph بقى مين هرسمه against مين. هرسم ال independent على x with dependent على ال y. اقول له plot a graph of d per centimeter between brackets x axis against d average per centimeter between brackets y axis. كده انا خلصت كل حاجة هو طلبها مني وزياد. خلينا ناخد question كمان عشان نفهم ازاي بنعمل الحاجات دي. في March 19 question 4 بيقول لي a student wants to investigate the effect of air resistance. ده نوع من انواع الفورسز لما بتمشي في الهواء انت بتزق الهواء فلما بيخبط فيك بيعمل لك حاجه اسمها push لورا فورس لورا كده بنسميها air resistance. هتحس بيها لو انت قاعد في عربيه ومطلعين ايديكوا بره الشباك كل ما العربيه تمشي اسرع هتحس ان الهواء بيزق ايدك لورا. هو اكشلي مش بيزق ايدك لورا هو ايدك عايزه تمشي في وسط الهواء فعماله تخبط في هواء كتير فكل خبطه مع المولكيولز بتاع الهواء بتدي بوش لورا. طيب بيقول لي on the swing of a pendulum عندي pendulum الـ air resistance هيأثر على السوينج بتاعته. السوينج عادة بتبقى البيريود يعني. يبقى أنا فهمت إن ده الـ dependent variable. السوينج بتاع pendulum عادة اللي بيبقى مهم بالنسبة لي فيها هو التايم بتاع الـ one swing. يبقى ده الـ dependent variable بتاعه. طيب بيقول لي plan an experiment which will enable him to investigate how air resistance changes the way in which a pendulum swings. The apparatus available includes عندي light wooden rod approximately 80 centimeters long with a hole at one end through which a nail will fit. ماشي في مسمار هيدخل في الحفرة دي اللي في الخشب. بيقول لي a piece of modeling clay. Okay. To act as a pendulum bob. ده انا مش عندي thread وبوب. لا انا عندي حتة خشبة مخرومة عشان اعرف احط فيها مسمار وتسوينج حواليه وحتة clay صلصال هلزقها في الخشبة من تحت عشان تأكت as a pendulum bob. دي تبقى التقيلة يعني بتاعت البندلم. طيب يقولي a sheet of thick card which will provide air resistance. يعني لو انا لزقت حتة ورقة كده في البندلم ده هتخبط في هواء اكتر فالهواء هيعطلها اكتر. طيب when the pendulum swings. طيب يقولي in your plan you should list any additional apparatus. ما جابش سيرة ستوب ووتش تاني فاقول ان انا محتاج ستوب ووتش. طيب explain briefly how you would carry out the experiment including exactly which measurements should be taken. State the key variables that would that you would control. نفس الحاجات المهمة. Draw a table برضو بالheadings مش مضطر تكتب أرقام. Explain how you would use your readings to reach a conclusion. قصده graph هترسم مين مع مين. طيب قال لي you may add to figure 4.1. ممكن أزود على الصورة دي. طيب الصورة دي لطيفة جدا. هو اداني مكان الباب مكان المسمار والخشبة وكله تمام. هعلق الورقة ازاي بقى؟ ممكن اقول له مثلا ان انا عندي الورقة هعلقها كده في ظهر الخشبة المستخبي عشان لما السوينج تبقى كده الهواء يخبط في الورقة كده. طيب كده يبقى اقول له ده الثيك كارد بتاعي ده اللي هيبروفايد الاير ريزيستنس. طيب انا دلوقتي زي مثلا انا الكلاي ده وقع مني المودرن كلاي اللي هي الباب اللي تحت دي
وقعت بعد مره كنت عملت الاكسبيرمنت، هضطر احطها تاني في مكانها. يعني ايه في مكانها؟ يعني هضطر اقيس الديستنس من النيل لغايه المكان اللي هعلق فيه. فانا ممكن اعمل كده خط من النيل وخط من نص الباب واقول الديستنس دي اسمها ال مثلا لينث او دي ديستنس ايا كان، واقول له ان دي هتبقى الكنترول فاريبل بتاعتي، دي هخليها زي ما هي، دي هخليها ذا سيم. طيب انا ايه دلوقتي اللي انا هغيره في الاكسبيرمنت؟ ممكن اقول له مثلا ان انا مره هعمل الاكسبيرمنت من غير الثيك كارد فكده ما فيش الريزيستنس، ومره هعملها بالثيك كارد فكده بقى فيه الريزيستنس، يبقى عندي تو سيتس اوف ريدنجز وتبقى دي الاكسبيرمنت بتاعتي وكمبير الفاليوز بتاعتي. ممكن اقول له ان انا عندي هجيب سيزرز واقطع الكارد ده كذا اريا، اول مره هعملها الكارد وهو كامل، تاني مره هقصه اقصر شويه يبقى الاير ريزيستنس قلت، الهواء هيخبط اقل في الورقه، واقصه تاني واقصه تاني واقصه تاني وهكذا. يبقى دي الطريقه بتاعتي. يبقى انا ايه الاباراتس الاديشنال بتاعي؟ محتاج اقيس ال، محتاج اقيس تايم تي، محتاج اقيس الاريا بتاعه البيبر، فانا هي دي نفس المسطره برضو، بس محتاج كمان سيزرز عشان اقص الكارد. يبقى انا دي الاباراتس الاديشنال الاباراتس بتاعتي، اكتب له اديشنال ابراتس. انا مش هختصر كده في الامتحان، هكتبها كامله. اقول له محتاج رول او متر، او قال لي 80 سنتيمتر فانا محتاج متر رول، يبقى انا اقول له متر رول ستوب ووتش اند سيزرز. طيب انا دلوقتي هعمل ايه بقى في الاكسبيرمنت؟ اقول له حط الاكسبيرمنت زي ما هي موجوده كده بس without the cord. اقول له اول ستيب set up apparatus as shown without the cord، واقول له بقى الستبس بتاعت البندلم اللي هي هزقها واسيبها تسوينج واقيس 10 سوينجز وريبيت وات كان افريج وكل الكلام ده كله. يبقى انا عندي اول ستيب اللي هي ديسبليس وسيب سوينج، تاني ستيب اقول له ان انا هقيس 10 سوينجز واسمي تايم تي، رابع ستيب ريبيت اند افريج، اللي بعدها اقول له ديفايد الافريج باي 10 عشان قلت له 10 سوينجز تو جيت البيريودك تايم اللي اسمه تي. طيب بعد كده اقول له ايه؟ بليس ذا كارد اند ريبيت above ستيبس، وبعدين اقول له use scissors to cut pieces from the card and measure the new area of the card، واقول له بعد كده repeat the above steps and repeat above steps بس لكذا area for مثلا 3 more areas. يعني مره كان من غير الكارد خالص وبعد كده بالكارد وبعد كده بثلاثه ارياز ثاني، فانا كده عندي 5 ريدنجز. طب ايه بقى التيبل بتاعي؟ انا هحط ايه؟ مين اللي كان بيتحكم في الاير ريزيستنس؟ كان الاريا بتاعت الكارد، كل ما الاريا كانت اكبر كل ما هو هيخبط اكتر، فانا ممكن اقول له اول كولم عندي هو الاريا اوف ذا كارد. ممكن اقول له ان الارياز دول اسمهم ايه؟ طب الاريا هي لينث اوف ويدث، فالمفروض ان انا ابقى عارف ان اليونت بتاعت اريا سنتيمتر سكوير. طيب ادي الاريا. بعد كده انا قست تايم بتاع 10 سوينجز، قستو تاني، قستو تالت، وجبت افريج، وبعدين جبت البريودك تايم نفسه. كده انا خلصت الاكسبيرمنت بتاعتي. طب انا دلوقتي الاكسبيرمنت دي هرسم لها جراف، مين اجينست مين؟ ده في الاكس اكسس عشان ده الاندبندنت، الاريا بتاعت الكارد هي اللي بتتحكم في الاير ريزيستنس، وده على الواي اكسس عشان ده الديبندنت فاريبل، ده اللي انا هشوف هيحصل له ايه بالظبط.
فانا كده اخدت درجات على ايه؟ اولا انا زودت على الرسمه، حطيت مكان الرسمه وحطيت مكان الكارد وقلت له ازاي هيتلزق. طيب قلت له ان انا عندي ميتر رول وستوب ووتش وسيزرز وهقص بيها وهكذا واقيس اريا والكلام ده، قلت له ان انا هسوينج واقيس 10 سوينجز، يبقى انا لغايه دلوقتي قلت له الرسمه واحد 1 مارك والابراتس 1 مارك، ال 10 سوينجز 1 مارك، ريبيت ان افريج 1 مارك، ديفايد عشان تجد دي 1 مارك، ان انا هحط الكارد واقص من 1 مارك، التيبل بتاعي 1 مارك باي ذا واي احنا كده جبنا السبعه خلاص اللي هو عايزهم اساسا، وقلت له كمان ان انا هحط جراف 1 مارك زياده من عندي، وهقول له كمان برده معلش كنترول فاريبل بقى دي هو طالبها، فانا لو ما حطيتهاش هنقص درجه. الكنترول فاريبل هقول له make sure that the bob is at the same distance L اللي انا كنت مشاور عليها from the nail through the experiment في كل حاجة في كل الريدنج بتاعتي. فانا ممكن اكتب كتير بس اتأكد ان انا كاتب كل اللي هو عايزه او عامل كل اللي هو عايزه. ودي كانت examples على ازاي to measure كذا type of readings، ازاي اطلع ال independent with dependent variables في الاسئلة بتاعت الديزاين، ازاي احط التيبل انا مطلوب مني column headings الا لو هو قال لي اكتب ارقام معينة هكتبها. يعني لو هو طلب مني بصراحة قال لي اكتب كذا وكذا وكذا انا هكتبه، بس في الكيس دي ما كانش طالب فانا كتبت ال headings بس. وازاي اقول له plot a graph مين against مين ومين الكنترول فاريبلز بتاعت الكلام ده كله. وكنا قلنا برضو انواع relationships ما بين الكيرفز الواي اكسس والاكس اكسس، ساعات بيبقى اشكال الكيرفز عامله ازاي. عاده في بيبر 6 باي ذا واي بيبقى كل الجرافس اللي بتطلع ستريت لاينز ما عدا نوع معين كده بتاع الثيرمال بيبقى كيرف. اتكلمنا على ازاي نعمل نجيب الجريدينت، وان البوينت لازم تكون عامله كلير انترسكشن ما بين البيست فيت لاين ولاين فيرتيكال ولاين هوريزونتال من الجراف، which means ان اي بوينت بره اللاين مش هاخدها. قلنا ازاي بنحط السكيلز وازاي بنحسب التقسيمه بتاعت السكيل بمشي كل كام، قلنا ان هي يا سكيلز اوف وانز يا توز يا فايفز. قلنا ان التيبل لازم احط فيه كل حاجه عندي، كل حاجه انا بقيسها وكل حاجه بحسبها، وقلنا الكلام ده عملنا له ابلكيشن على الاسئله بتاعت الديزاين، وقلنا مين الفاريبلز بتاعتنا وانواعها. في فيديو هتلاقوه موجود مع الليسن اكزامبلز للاسئله بتاعت بيبر 6، بس مش اللي هي الديزاين ان اكسبيرمنت، لا اللي هو سؤال هو مدي ريدنجز وشرح شويه حاجات طالب مني بس اكمل الاجابات بتاعت السؤال. اوكي في سؤال تاني جاء في جون 19 question 4 بيقول a student is investigating the work required to pull a box containing some masses up a sloping wooden board. Figure 4.1 shows a board and the box. طيب في الرسمة اللي عندي تحت عندي ادي الماسز، ادي البوكس اللي انا هحركها، وادي الودن بورد اللي هي المايلة دي، وعندي شوية بلوكس كده عشان اخلي ارتفاع الود above the ground level عشان تبقى في incline يعني للودن بورد. طيب خلينا نقرا السؤال تاني. يولي plan an experiment to investigate how the work required to pull the box up the slope depends on the mass of the box and its contents. طيب انا عندي دلوقتي ال work required هو ده ال dependent variable بما انه بي depend on على حاجه. طيب انا دلوقتي بي depend on A بالظبط on the mass of the box and contents، يبقى ده ال independent variable. يبقى انا دلوقتي هغير الماس بايدي وهشوف ايه اللي هيحصل الورك. بيقول لي الورك done is calculated using the equation work done equals force times distance moved in the direction of the force. يعني انا هشد حاجه وهقيس حاجه اسمها force. By the way الفورس ده هناخده في chapter 3 وهقيس الdistance moved. فانا دلوقتي عندي الdistance والforce هيعملوا لي حاجه اسمها
work. The following apparatus is available to the students. عندي wooden board, a box with a length of string attached, a selection of masses that fit in the box, a meter rule عشان أقيس distance, وان electronic balance عشان أقيس masses. طيب بيقول لي in your plan you should list any other apparatus that you would use. Explain briefly how you would carry out the investigation اللي هما الستبس بتوعي يعني, including the measurements you would take. هقيس ايه بالظبط؟ State the key variables that you would control. يعني انا هخلي ايه constant في الاكسبيرمنت. Draw a suitable table with column headings to show how you would display your readings. You are not required to enter any readings. انا مش مطلوب مني احط ارقام, انا اصلا مش عارف الارقام هتطلع كام. Explain how you would use the results to reach a conclusion. قصده يعني هتحسب average, هترسم graph, هترسم graph مين مع مين. قال لي you may add to the diagram if it helps your explanation. احنا قلنا ان احنا هنغير الماسز اللي جوه البوكس وهنشد بفورس. طب انا عايز اقيس الفورس ده بكام, وعايز اقيس الديستنس دي بكام برضو اللي انا همشيها. انا ممكن اتاتش الميتر رول للبورد بالشكل ده, فانا ممكن ارسم ريكتانجل كده, فانا ممكن ارسم ريكتانجل كده واشاور عليه واقول ميتر رول. طيب انا دلوقتي الفورس اللي انا هعمله ده يا اما هوصله بحاجه اسمها فورس ميتر او سبرينج بالانس زي ما كنا قلنا ان ده بيقيس الويت اللي هو واحد من الفورسز, فانا ممكن ارسم السبرينج بالانس بتاعي ريكتانجل كده وهشد بسهم واقول ده سبرينج بالانس او فورس ميتر. فانا كده عرفت هقيس الفورس ازاي, وعرفت اقيس الديستنس ازاي, وهقوله ان انا هستخدم الالكترونيك بالانس عشان اقيس الماسز. طيب نكتب الستبس بتاعت الاكسبيرمنت بقى. هقول له set up apparatus as shown in the diagram. دي step one. Step two, هقول له measure the mass of the box alone and the individual masses عشان اعرف هزود كام كيلوغرام او هزود كام جرام كل مره في الاكسبيرمنت. Step three, هقول له start with the box empty at the bottom and pull it at constant speed and record the force from the spring balance and the distance moved. ممكن اسمي الفورس بتاعي F with distance D for example يعني عشان اعرف استخدمها بعدين. Step four, repeat the reading with same distance to get an average force. دي حتة accuracy زيادة كده من عندي. طيب بعد كده هقول له ايه, انا عايز اكرر نفس الكلام ده بس masses مختلفة. هقول له step 5, repeat the above procedure with masses added to the box one at a time. طيب انا كده خلصت الاكسبيرمنت بتاعتي, بس انا عايز اكتب التيبل واخليه منظم واحط فيه كل حاجه انا قستها. طيب انا غيرت الماس بايدي, فانا اقول مثلا ان انا هحط ماس بير جرام فور اكزامبل, وبعدين انا قست ديستنس بالسنتيمتر مثلا, وفورس اليونت بتاعت الفورس اسمها نيوتن, وبعدين هكالكليت حاجه اسمها ورك. فاقول له ستيب 6 كده, calculate each time work w equals force times distance f times d زي ما انا سميتهم فوق. طيب الورك باي ذا واي اليونت بتاعته بما اني ضربت نيوتن في سنتيمتر ممكن اقول نيوتن تايمز سنتيمتر, واقول هو ده التيبل بتاعي. انا عملت كولم هيدنجز, ما عملتش ارقام, انا اصلا ما اعرفش الارقام بكام. طيب انا عندي دلوقتي ايه اللي هكيب كونستنت في الاكسبيرمنت. انا كنت اوريدي قلت له ان انا هاخد سيم ديستنس, همشي نفس الديستنس. ممكن اخلي نفس الانكلينيشن. ازاي اخلي سيم هايت
ممكن اشاور له على النمبر بتاعه بلوكس ده على اليمين واسميه h مثلا واقول له use same height h as shown in the diagram. طيب انا دلوقتي لو جبت بلوك او بورد يعني من خشب تاني او من ماتيريال تانية ممكن الفورس اللي انا محتاجه يتغير، ممكن يكون في حاجه رف شويه تحتاج مني فورس كبير، في ممكن تكون حاجه سموث ما تحتاجش فورس كبير او تحتاج فورس قليل، فده هيأثر على الفورس، وما دام هيأثر على الفورس يبقى هيأثر على الورك. فاقول له يوز سيم بورد، ممكن برضو تكون السبيد اللي انا هتحرك بيها بتأثر، يبقى اقول له موف ذا بوكس وذ سيم سبيد. فانا قلت له كده كام حاجه اخليهم كنترول فاريبلز. طيب انا دلوقتي عشان اكمبير الريزلتس بتاعتي هبلوت مين اجينست مين في جراف مثلا، اقول له بلوت ا جراف اوف اللي انا غيرته بايدي اللي هو الماس بير جرام between brackets كده على الـ x-axis against اللي أنا كنت عايز أشوفه بقى الـ w per newton centimeter between brackets على الـ y-axis. يبقى أنا كده خلصت الـ experiment بتاعتي. خلينا نشوف سؤال تاني برضو جاء في November 19 question 4 بيقول لي a student is investigating the time for metal balls to stop moving after being released on a curved track. Figure 4.1 shows the shape of the track. The track is flexible, so the shape of the curve can be changed. طب انا عندي دلوقتي ادي التراك اهو، الكوره دي هتفضل رايحه راجعه رايحه راجعه، كل مره عماله تقل الموشن بتاعتها لغايه ما هتقف في الاخر في النص تحت. هو قال لي ان التراك ده فلكسبل، فانا اقدر احركه كده او كده، اوسع او اضيق الريديس. طيب بيقول لي تحت ايه؟ The following apparatus is available. Selection of metal boards of different masses with flexible track. Clamps to hold the track عشان هو curved انا عايز حاجه تمسكه. وستوبوتش بما اني عايز اعرف هتقف امتى يعني. وA tape measure عشان اقيس distance لو انا احتجت. وميتر رول برضه عشان اقيس distance لو احتجت. طيب بيقول لي the student can also use the other apparatus and materials that are usually available in a school laboratory. Plan an experiment to investigate a factor that affects the time taken for metal balls to stop moving after being released on a curved track. طب انا دلوقتي اللي هيتأثر هو time taken to stop. يبقى ده ال dependent variable. طيب in your plan you should A, state how you would expect the balls to move. يعني انا متوقع الكورة يحصل لها ايه. Explain how you would carry out the investigation. يعني الـ steps بتاعتي. State which variables you would keep constant. And which variable you would change. المرة دي ما ادانيش الـ independent متوقع مني أقوله. Draw a table or tables على حسب يعني. With column headings برضو. ومش محتاج تحط أرقام. Explain how you'd use your readings to reach a conclusion. يعني graph يعني. طب أنا دلوقتي ايه اللي ممكن يتغير؟ هو قال لي ايه الافيلبل؟ عندي flexible track فانا ممكن اغير الراديوس بتاع التراك، ممكن اخليه مره ضيق، ممكن اخليه مره واسع مثلا. ممكن قال لي ان انا عندي different masses فانا ممكن اخلي الكيرفتشر بتاع التراك ثابت بس اجيب كور بديفرنت masses ويبقى الماس هو اللي بيأثر على التايم. ممكن اغير الامبليتيود، ممكن مره اريليست من على الادج، ممكن مره اريليست اقرب شويه وهكذا. فانا عندي كذا فاريبل ممكن انقي منه، ممكن انقي منه. انا فور سمبلستي هختار موضوع ديفرنت ماسز بما انه هو موضح لي وقال لي ديفرنت ماسز. طيب انا هعمل ايه؟ انا ممكن ازود شويه حاجات كده على الرسمه عشان اخد درجات. يعني فور اكزامبل هو قال لي ان انا عندي ستاندز تمسك التراك. فانا هزود الستاندز بتاعتي. الستاند ممكن اعمله ازاي؟ ريكتانجل ماسك التراك ده الكلام، والستاند بتاعي عباره عن عصايه كده وعندي هورنتال بنش ممكن ارسمه بمسطره، وادي الستاند بتاعي واشاور واقول ده ستاند وده كلام، وممكن اعمل نفس الكلام من الناحيه الثانيه.
وخلاص انا عملت ليبل الناحيه الثانيه مش محتاج الناحيه دي. طيب انا كده مسكت تراك في مكان. طيب انا هحتاج اكيب شويه حاجات كونستنت. فانا فور اكزامبل يعني هكيب الامبليتيود بتاع الاوسيليشن كونستنت، يعني هريليس الكوره كل مره من نفس الناحيه. فانا ممكن اقول ان انا عندي ماركر، فانا ممكن اعلم كده من على التراك واشاور واقول ماركر عشان اريليس منه الكوره كل مره. هقول مثلا اني هكيب الكيرفتشر بتاع التراك كونست. فخلينا نبتدي نكتب بقى الكلام بتاعنا. هقول له ان انا عايز اركب التراك زي ما انا عامله كده. هقول له سيت اب ابريتس اس شون ان ذا دايجرام، ودي ستيب 1 بتاعتي. ستيب 2 بما اني هختار ديفرنت ماسز يبقى اقول له ميجر ماسز اوف ديفرنت بولز تو يوز ان ذا اكسبيرمنت كيپنج، واقول له شويه حاجات كده كونستنت. The curvature of the track and the amplitude of release, المكان اللي أنا سبت منه, the same امتى through the experiment. فأنا في الجملة دي قلت له إيه بالظبط؟ قلت له مين اللي أنا هعتبره independent variable اللي هو الماس، ومين اللي أنا هعتبرهم controlled variables اللي هو curvature والamplitude بتاع الريليس. أنا هرميها منين؟ طيب step 3 هقول له release the first ball from the marker and start a stopwatch at the same time عشان دي بداية الاوسيليشن بتاعتي. Then record the time it takes to swing back and forth losing height every time until it stops at the center of the track. طب انا قلت له كل الكلام ده ليه؟ لانه قال لي describe expected motion بتاعت البول. فانا وصفتها له. طيب بما اني بقيس تايم، فانا لازم اريبيت واخد average. Repeat the time measurement to get an average time. بعد كده بقى انا خلصت اول كوره. هقول له repeat the above procedure for balls of different masses. طيب انا عايز تيبل وعايز اعرف ارسم مين against مين على جراف. طيب التيبل بتاعي انا قست الماس بالجرام مثلا، وقست التايم مره بير سكند، وقست التايم تاني بير سكند، وحسبت الافريج برضه بالسكند. يبقى ده التيبل بتاعي في الحاجات اللي انا قستها والافريج اللي انا حسبته. طيب هبلوت جراف مين اجينست مين. اقول له كده بلوت ا جراف اوف ماس بير جرام على الاكس اكسس للاندبندنت اجينست التايم افريج بير سكند على الواي اكسس ذا ديبندنت. طيب نعمل تشيك هل احنا جاوبنا على كل حاجه ولا لا. State how you would expect the ball to move, قلناها. Explain how you would carry out the investigation, قلناها. اللي هي الستبس. State which variables you would keep constant, قلناها برضو. Curvature و amplitude. Draw a table, عملناها. Explain how you would use your readings to reach a conclusion, the graph. فأنا كده خلصت الاكسبيرمنت بتاعتي. وبحب افكركم في نهاية الفيديو ان النوتس والكلاسيفايد بتاعة السيلابس بتوعي موجودين في مكتبة اطلس او في مكتبة سمارت كهارد كوبي. انا هحط اللينك بتاعة المكتبات او النمر التلفونات بتاعة المكتبات دي في الديسكريبشن بتاعة الفيديو ده، وانتو افيلابل عندكم ان انتو تشتروهم كهارد كوبي او سوفت كوبي من مكتبة اطلس، مش ورق مطبوع. لو انتو مثلا مش في القاهرة او مش في مصر، مش افيلابل عندكم ان انتو يتبعت لكم دليفري او كده، او ان انتو تنزلوا تشتروها. ممكن تشتري سوفت كوبي للنوتس والكلاسيفايد. النوتس بيبقى معها سامري، الكلاسيفايد بيبقى معها موديل انسرز محلول فيها كل حاجة بالتفصيل وبالديتيلز بتاعت الكالكوليشنز والديتيلز بتاعت الكلام اللي مفروض يتكتب في الأسئلة الريتن العادية الثيوريتيكال، مش اللي هي كالكوليشنز بس. وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.